وللمزيد من الحديث والمتابعة ينضم إلينا الدكتور محمد الحاج علي، استشاري العلاج المناعي بجامعة كارديف. دكتور محمد، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك وصباح السادة المشاهدين بكل خير. أهلا بك. يعني في البداية، شايف أو كيف رصدت الإصابتين اللي تم الإعلان عنهم في الأيام القليلة الماضية في أستراليا؟ عادة هذه الإصابة، إصابة إنفلونزا الطيور، تحدث بين الدواجن أو تحدث بين الحيوانات، ممكن أن تنتقل من الدواجن إلى حيوانات أخرى كما هو الحال في الأبقار مثلا، وهذه المرة انتقلت من الحيوانات إلى العاملين في مزارع الدواجن أو مزارع المواشي. وهذا هو الحال أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم رصد حالتين، وهذه الحالات تنتمي إلى المزارعين أو العاملين في هذه المزارع. إنفلونزا الطيور ظهرت لأول مرة للعالم في هونغ كونغ في العام 1999. هذه المرة الأولى على الإطلاق التي يعني كانت تعرف فيها هذه الإصابة في العام 1997. لم يحدث تفشي كبير لها على شكل وباء إلا في حوالي العام 2003 تقريبا، عندما ظهرت الكثير من هذه الحالات، عدة مئات من الحالات، وارتبطت تلك الإصابة بعدد من الوفيات أيضا، حيث كانت الإصابات بها إصابات شديدة. نعم، إذن هل ترى أننا بصدد تفشي جديد لإنفلونزا الطيور ما بين البشر، ولا قدر الله من الممكن أن تكون جائحة خلال فترة قصيرة؟ لا أعتقد ذلك. يعني الإصابات الأولى التي حدثت في العام 2003 تقريبا، وكانت حوالي 800 إصابة، وترافقت مع حوالي 400 حالة وفاة، كانت عبارة عن جائحة تفشت في منطقة جغرافية معينة. ولكن هذه المرة نتحدث عن رصد لحالات معزولة وحالات معينة، ولم تكن هذه الحالات شديدة من الناحية السريرية، وحتى الآن لم تسجل أي حالة وفاة. يعني نتحدث عن حالتين في الولايات المتحدة الأمريكية، وحالات قليلة جدا في أستراليا أيضا، وهذه الحالات بالمجمل هي حالات محدودة ومعزولة كما قلت لنا. ولكن الدرس المستفاد من الكوفيد 19 هو الرصد المبكر لهذه الأوبئة وإمكانية التعامل معها بشكل باكر، ليس أن تصل إلى مرحلة التفشي والوباء كما حدث في الكوفيد 19. هل يعني تصل لدرجة الوباء بتفشيها بين عدد كبير من البشر أم بزيادة حدة الأعراض؟ تصل بالتفشي عادة بانتقالها من شخص إلى شخص آخر وانتقال العدوى بشكل سريع، وأعتقد أن الحال هنا يعني مغاير لحالة الكوفيد 19، حيث أن الحالات التي وجدت عند العاملين كما قلت هنا حالات معزولة لم تتفشى إلى أسرهم مثلا أو إلى عدد آخر من العاملين في نفس مزارع المواشي أو مزارع الدواجن. يعني بقيت هذه الحالات حالات معزولة. نعم. هل سلالة الفيروس المكتشفة حديثا تختلف عن سابقتها التي ظهرت في البداية في نهاية التسعينات كما ذكرت؟ هي مشابهة تماما لتلك السلالات القديمة. طبعا السلالات عادة تتعرض لطفرات، تتعرض لتغيرات، ولكن المعلومات المبدئية الواردة عن هذه الإصابات، أن هذه الإصابات كما قلت لنا محدودة معزولة وليست شديدة من الناحية السريرية، ولم ترتبط بقبول في العناية التنفسية المشددة مثلا، أو ترتبط بالوفيات حتى الآن. هي توصف دائما بأنها highly pathogenic، يعني إمراضيتها شديدة عندما تنتقل للبشر، ولكن حتى الآن كما قلت لم تسجل أي حالة وفاة. نعم، لم نتحدث حتى الآن عن أهم الأعراض المصاحبة لهذا الفيروس وطرق الوقاية منه. طبعا الوقاية هنا يعني نفس طرق الوقاية المتبعة الكلاسيكية المتبعة من يعني طرق الوقاية من نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الكوفيد 19 العادية. طبعا الردد التنفسي، السعال، العطاس، الأعراض الأخرى التي
تشكل أعراض الكوفيد 19 أو أعراض نزلات البرد الموسمية هي نفسها تشاهد وتلاحظ هنا، قد تتطور إلى أعراض تنفسية شديدة كما قلت هنا، وقد تنتهي بالوفاة في الحالات الشديدة. ولكن هذا الأمر كان مرتبط بالجائحة التي حدثت في العام 2003، ولم تسجل بعد ذلك حالات شديدة أو جائحات شديدة أو تفشي في منطقة جغرافية معينة في العالم. في العام 2021 سجلت حالة واحدة، يعني لم يكن هناك حالات كبيرة يعني تصل إلى مرحلة التفشي كما حدث سابقا منذ أكثر من 20 عام. نعم. أخيرا دكتور محمد، هل هناك مصل يعني فعال للوقاية من إنفلونزا الطيور ظهر الآن؟ ليس هناك يعني لقاح أو مصل خاص بإنفلونزا الطيور يعطى كما هو الحال في الكوفيد 19، ولكن طبعا المراكز البحثية تعمل دائما على تطوير مثل هذه الأمصال أو اللقاحات الخاصة بها، ولكن ليس هناك يعني حتى لقاح يستدعى أن يعطى للبشر بشكل كبير كما هو الحال في لقاحات الفلو الموسمية أو لقاحات الكوفيد 19. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفيدة الدكتور محمد الحاج علي، استشاري العلاج المناعي بجامعة كارديف، كنت معنا من بريطانيا، شكرا جزيلا لك.